انا جد سعيد بالحضور ديالي هنايا في مسرح محمد السادس، هذا المسرح اللي عندي معاه ذكريات، واللي سبحان الله العظيم دائما فين ما كنقدم شي عرض هنايا كتكون القاعه مملوءه عن اخرها. المسرحيه هي دير مزيه، هي قديمه جديده، هي قديمه لانها احنا تقريبا من 2016 وحنا كنلعبوا في هذه المسرحيه، ومازالين كنلعبوها لانها صالحه لكل مكان ولكل زمان، وهي كتنتصر للمراه وخاصه في الانتخابات، لان كما تعلمون ان المراه يعني كانت حقوقها ضئيله في سواء لا في البرلمان ولا في الجامعات ولا في سميتو. وهي المراه راه هي بحال اللي تنقولوا حنا، راه النصف ديال الرجل، والمراه هي الام ديالي، هي الزوجه ديالي، هي الاخت ديالي، هي الابنه ديالي. اذا المراه لها حضور في هذا المجتمع، ولها حضور قوي. كنشكر المنابر كلها اللي حضرت لهذا العرض هذا، وكنشكر كذلك مؤسسه البنك الشعبي اللي كانت كتدعمنا باش قدمنا هذا العرض هذا، قدمنا في مدينه طنجه وقدمنا في مدينه وجده، ونتمنى وان شاء الله حتى الابناك الاخرى تاخذ مثل هذه البادره هذه لانعاش المسرح والثقافه عموما في البلد، خصوصا بعد الجائحه. احيي جمهور مدينه وجده العاشق المحب للمسرح، الجمهور الذواق، الجمهور الفنان، واللي دائما حاضر ويساند الثقافه ويساند الرياضه. وعلى ذكر الرياضه، فاحنا يعني الروح الوطنيه خرجت منا، يعني خرجت بواحد الشكل غريب جدا جدا. المنتخب ديالنا شرف، المنتخب ديالنا يعني شرف المغرب وهز الرايه عاليه عاليه، ماشي الا في قطر بل هزها في العالم ككل. واكبر دليل على هذا انكم شفتوا، انتم كاعلاميين شفتوا الخروج ديال المغاربه او غير المغاربه الذين يساندون المغرب، سواء في باريس، سواء في هولندا، سواء في لندن، سواء في بروكسل، سواء خرج الجمهور ليساند هذا المنتخب لاول مره يمر الى الربع النهائي. وان شاء الله غنمشيو ان شاء الله للنصف النهائي، وسنمر ايضا ولما لا الى النصف النهائي. اي ان شاء الله كنتمنى كل التوفيق وكل الحظوظ للمنتخب ديالنا المغربي. اش نقول لكم، كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم معنا حنايا. انتم كتشوفوا كان عرض ديال دير مزيه هنا في وجده، الحمد لله كان العرض في المستوى، كان جمهور كبير وتيتجاوب مع المسرحيه، خارجين حتى حنا مستمتعين مع الناس كيف استمتعوا معنا حتى هما. كنتمنى ان شاء الله الاستمراريه للجميع، فرحانين بزاف الحمد لله، الحمد لله على هذه النتيجه، وكنتمنى ان شاء الله اكثر واكبر ان شاء الله، وكنتمنى الكاس ان شاء الله يجي للمغرب ان شاء الله، ويكون ان شاء الله الفريق ديالنا وفي المستويات اللي كنتمنى غير الحظ باش يعاونوا يا ربي، الله ينجحهم كاملين. نقول الله يعاونوا، الله يرضى عليه، حنا راضيين عليه، كاع الامهات المغربيات كلنا كندعيوا ليه بالرضا ان شاء الله يا ربي، والنجاح الدائم، وكيف فرحنا وفرح قلوب وليداتنا وفرح المغاربه كاملين. الله يخليه ديما بصحته وبسلامته يا ربي، ويخليه ديما الفوق الفوق والنجاح الدائم ان شاء الله يا ربي. دير النية ودير النية، دير النية وهيك الناس مع الحية. احنا يا جيد سعداء فرقة إيسي للمسرح والتنشيط الثقافي، أننا قدمنا مسرحية دير مزية هنا بمسرح محمد السادس مدينة وجدة. كنشكروا بطبيعة الحال مؤسسة البنك الشعبي اللي كان ليها الدور في هذا اللقاء الفني الجميل مع جمهور الجهة الشرقية. كنشكروا أيضا كل من كان له الفضل في إنجاح هذا العرض في هذه الليلة. صراحة كان واحد التجاوب جميل، حسينا بواحد الدفء، حسينا بالجمهور ديال وجدة جمهور من نوع خاص، تجاوب في الوقت ديالو، الضحك في الوقت ديالو، التحفيز والتحميس في الوقت ديالو، صراحة جمهور رائع، كنحييه من هاد المنابر كاملة. على شكرا على الترحاب، شكرا على يعني على العرض الجميل اللي قدمناه في مدينة وجدة، شكرا لساكنة وجدة وجمهور وجدة اللي حنا كنعرفوه بالحب ديالو للمسرح
والحب ديالو للفن والفنانه. فحنا لما كيكون عندنا عرض مسرحي ما كيمكنش ما نحطوش في الخريطه ديالنا مدينه وجده والعرض مدينه وجده، فدائما جد سعداء باش نقدموا العروض ديالنا امام هذا الجمهور الرائع. فشكرا لكم. العرض اللي هو عرض شفتوه كان عرض اجتماعي، يعني اجتماعي فكاهي، واللي فيه بزاف ديال لي ميساج، بزاف ديال الحوايج اللي كان عالجهم من خلال المواقف الاجتماعيه اللي كنعيشوها في المجتمع ديالنا. المنتخب المغربي انا كركراكي متفائل، وكنقول ودائما من الماتش الاول كنت عارف غنربحوا الماتش الاول وغنربحوا الثاني وغندوزوا للربع النهائي. المنتخب كان محتاج لشي واحد اللي يسمع ليهم ويتصنت لهم وياخذ بخاطرهم وياخذ بيدهم. فركراكي هو كان حاس بالشباب شنو محتاجين وشنو باغيين، ومزيان هذيك انك كتسمع للدراري ديالك، فمهمه بزاف. اكيد حتى هما غادي يسمعوا لك وغتكون النتيجه مزيانه، فكنتمنى لهم حظ سعيد. ديروا النيه ولا تعلمي. لا شوف، هي النيه مزيانه خصنا نديروها في كل شيء، وركراكي وضع يدو عليها، فكانت مساله ايجابيه، واكيد اننا غادي نفوزوا، ونتمنى اننا نوصلوا لشي مرتبه. هو وصلنا مرتبه اللي لاول مره في تاريخ الكره المغربيه وفي التاريخ، لانه اول فريق عربي افريقي كيوصل لهذه الدوره ده. فاكيد اننا غادي نقدروا نقولوا اننا غنتفائلوا بشي نتيجه افضل وافضل. نتمنوا ان شاء الله. شكرا.